ثانية جاية أعداد عراقية برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه في القاهرة الكبرى. وسيحكم الكثير علي وعلى أسري. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بتاع الكراسي من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مباشر مصر. في هذه الليلة نستعرض عدد من الأخبار التي حفلت بها الساحة المصرية، ونتناولها بالبحث والنقاش والحوار مع ضيوفنا الأكارم. ونرحب هنا في الاستوديو اليوم بالأستاذ مؤمن زعرور، عضو مجلس الشعب السابق في مصر. مرحبا بك أستاذ مؤمن. أرحب بك فندم، بس عفوا اسمه عضو مجلس الشعب الشرعي إن شاء الله. عضو مجلس الشعب الشرعي الذي يعني كان يمثل كل المصريين. نعم. صحيح. حياكم الله أستاذ مؤمن، وحياكم الله أنتم مشاهدين الكرام. في الخبر الأول الذي نتناوله مع حضراتكم نقرأ ما أصدرته الحركة المدنية الديمقراطية في مصر من بيان حذر من أن الاستمرار في احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مصر، ويغلق كافة المنافذ الشرعية أمام التعبير السلمي عن الرأي، ما يترك المجال مفتوحا فقط أمام أصحاب الأفكار المتطرفة والداعية للعنف. ودعت الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها إلى ضرورة الإفراج عن المتحدث السابق باسمها يحيى حسين عبد الهادي، وكل من وصفتهم بمعتقلي الرأي المنتمين لثورة 25 من يناير عام 2011، وكذلك أعضاء الأحزاب الشرعية الحالية. وقالت في 29 يناير من عام 2019 قامت سلطات الأمن بإلقاء القبض على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي بناء على اتهامات مرسلة وواهية يتم توجيهها لكل معارضي النظام الحالي دون سند أو دليل. وأضافت رغم مرور ما يزيد على 210 أيام منذ الاعتقال التعسفي للمهندس يحيى حسين المعروف بمواقفه الوطنية ونزاهته وأخلاقه الحميدة، فما زالت السلطات تقوم بالتجديد المستمر لاحتجازه بناء على قانون الحبس الاحتياطي المعيب ودون أي اعتبار للظروف الصحية. وحقيقة أنه يعني سبق له أن أجرى عملية قلب مفتوح. إذن مشاهدينا الكرام، هذا بيان يؤكد حجم الانتهاكات في حقوق الإنسان في مصر. وهنا يعني شاهد من حركة يعني حاولت أن تعمل داخل مصر، فإذا بها ينال ممثلها كل هذا القدر من التعذيب والانتهاك. أستاذ مؤمن، بداية كيف تقرأ يعني ما ورد في هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة من 6 سنوات ونحن نقول هذه الكلمات، هذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم، ولكنها أتت يوم ظهر الانقلاب، بداية من ظهور الانقلاب. وهذه الانتهاكات تطول الشعب المصري كله وعن بكرة أبيه في كل ما يعارض هذا الانقلاب. فإذا كنا في البداية كانت الضربة القوية للإخوان المسلمين في ربعة وفي النهضة وفي كل محافظات مصر، فبعد ذلك أتت هذه الضربات متوالية على الشعب المصري وكل من يعارض هذا الانقلاب. يعني شملت الجميع تقريبا. شملت الجميع، حتى من كان مع الانقلاب. وظهرت الحقيقة، وظهر إليه الحق، فبدا يجهر بكلمة الحق. إيه اللي ظهر؟ دخل السجون. والأمثلة كثيرة، وأنا بتكلم لست باسم الإخوان، ولكن أنا أتكلم باسم الشعب المصري كله. كله. طيب كيف تقرأ توسع النظام في اعتقال أي أحد
يخالف رؤيته السياسية أو حتى الاقتصادية؟ معروف سيدي الفاضل، كل من يخالف الانقلاب في كل بقاع الأرض، فمآله السجن، حتى لو كان في البداية مع الانقلاب. والأمثلة كثيرة. يعني تقصد أنه الانقلابات في أي بلد من البلدان ولكن تحارب أي مخالف؟ أيوة، ولكن في مصر كانت لها اليد الطولة. في مصر أتت بالأخضر واليابس، في مصر كانت الثورة يعني أو هذا الانقلاب يعني ما له نهاية، وكما قلت بداية من ربعة والنهضة وكل أنحاء الجمهورية وكل ميادين الجمهورية في ذلك اليوم. فكل من يعني ظهر أنه ضد الانقلاب في الوقت الحالي أتى به في السجن، وهؤلاء كانوا معه في البداية. وأمثلة كثيرة، بداية من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فك الله أسرع، وكثيرين. خد عندك بقى سامي عنان، خد عندك مش عارف مين، كلهم كانوا بداية مع الانقلاب. وشفيق، مش كله ده كان مع الانقلاب؟ ولكن عندما ظهر بوجهه الحقيقي وظهر الحق وأراد الله أن يظهر الحق على الباطل أتى بهم في السجون حتى لا يسمع كلمة لأحد. واليوم لا تكاد تسمع كلمة، إلا يعني من رحم ربي. لا أريكم إلا ما أرى. نعم، هذا هو منهج النظام المصري حاليا. نعم. طيب، يعني حركة المدنية الديمقراطية يعني كانت تتحدث أنه الاستمرار في احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مصر. يعني هذه الجملة منها يعني كيف تقرأها أستاذ مؤمن؟ سيدي الفاضل، قلت لك في البداية أن الانقلاب في بدايته أتى بهذه الانتهاكات، وكانت ظاهرة ظهور العين، يعني لا يعني لا يقول عنها ولا يظهرها إلا يعني نعم، يعني الانقلاب أصلا هو ضد الدستور والقانون، لكن الآن الحركة تقول الانتهاكات الحالية في وسط النظام هو هي انتهاكات. ومين قال إنها الحالية؟ ليه ما يقولش إنها انتهاكات بداية من الانقلاب؟ ليه؟ علشان طالت أحد رجال هذه الهيئات؟ ليه؟ والانتهاكات ضد الدكتور الشهيد مرسي ليه؟ ما كانتش انتهاكات؟ والانتهاكات ضد المرشد السابق الأستاذ عاكف اللي عدى 80 سنة ومات في سجونهم ما كانش انتهاكات؟ الانتهاكات اللي أتت على الأخضر واليابس في مصر، ولا أقول انتهاكات بس في حقوق المواطنين الشرفاء في السجون، انتهاكات في الأرض وفي العرض وفي الأسعار وفي ضياع البلد، انتهاكات في بيع أراضي البلد، انتهاكات في اللي حصل في النيل وسد النهضة، كل هذه انتهاكات. فليست الانتهاكات في المعتقلين وفقط، ده انتهاكات جت على مصر كلها، فأتت بالأخضر واليابس في مصر كلها. يعني كيف أيضا تقرأ العمل السياسي المعارض أو الحقوقي داخل الاعتراف بشرعية عبد الفتاح السيسي؟ هل ترى أنه مضيعة للوقت أم أنه فعلا قد يفيد في رفع بعض المظالم على المصري؟ خلينا واقعيين، مين بيعارض النهاردة هذا النظام؟ مثل هذه الحركة التي أعلنت عنها. إشمعنى بتعارضوا النهاردة؟ ليست ضد مبدأ، ولكنها عشان أشخاص، ولكن الإخوان المسلمين من يعني من ساعة الإنقلاب وهم يعارضون. ليس من أجل أشخاص، ولكن من أجل بلد، من أجل وطن انتوكت حريته، من أجل شعب، الشعب اللي انتوكت حريته. اللي انتخب الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وانتخبه، فأنت انتهكت هذه الشرعية، جئت بالإيه؟ بالإنقلاب، فهذه كلها انتهاكات. فليس الانتهاكات بما في السجون فقط، ولكن الانتهاكات أتت على الشعب المصري كله الذي يعاني الأمرين في الوقت الحالي، ولكن مش قادر يتكلم. طيب، يعني الآن حتى من بقي في مصر، حتى من اعترف ابتداء بانقلاب السيسي أو عمل في تحت نظامه حتى هذه اللحظة، يعني الكل بات يشكو من انغلاق أي وسائل للتعبير عن الرأي.
هذه الدرجة من الاختناق السياسي التي تعانيها مصر برأيك إلى أين سوف تؤدي؟ شوف يعني عايزين نقول إن الله يمهل ولا يهمل ولا يهمل أيا كان هذا الظلم، ولكنه له نهاية. ليه؟ لأن دولة الظلم إيه؟ ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. فهذه الانتهاكات وهذا الظلم اللي وقع على الشعب اللي مش قادر يتكلم، الشعب مش قادر لكن طفحه، وأنا بقول لك وأنا بأسمع الشعب ومتواصل معاه من هنا، الشعب طافح، ولكن يعني ما يجري من كما نرى كل يوم من اختفاء قسري ومن قتل ومن تدمير ومن 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 خلى الشعب مش قادر يتحرك. لكن في الحقيقة هذا الشعب يعني يمرض ولا يموت. هذا الانسداد السياسي وحتى الانسداد في حرية الكلمة، يعني لاحظتها الحركة المدنية هذه وقالت هذا الجو وهذا المجال أصبح فقط يتيح الفرصة لأصحاب الأفكار المتطرفة لأن يعبروا عن سخطهم. يعني هل ترى فعلا أن السيسي بات هو من يخلق الإرهاب والأفكار المتطرفة؟ سيدي الفاضل، الحركة بتمسك العصاية من النص، تقول علشان الإيه؟ يعني الكلام اللي بتقوله حضرتك بتقول علشان إيه؟ خوفا أو بيتيح الفرصة للإرهاب. فرصة إيه للإرهاب؟ فرصة إيه؟ وأنهي إرهاب؟ ومين اللي عمل الإرهاب؟ ومين اللي خلقه؟ ومين اللي كل يوم يطلعه من الجحر مش قادر يصرفه؟ مين؟ نظام. النظام هو اللي عمل هذا الإرهاب. وهذه الأمور وإذا كانت الحركة بتتكلم على إن هذا الأمر هيخرج الإرهاب، أبداً. الشعب كله، هو الشعب كله إرهاب يعني ولا إيه؟ يعني هل الحركة مش شايفة إن الشعب المصري كله وعن بكرة أبيه بيلاقي الأمرين في حياته؟ لا، هي تقصد ربما فقط أفسر ما جاء في البيان، إنه حين تمنع حرية التعبير عن الرأي وحرية الرأي بخصوص المعارضة السلمية، فأنت في النهاية تدع الفرصة فقط لمن يرفع السلاح على الدولة، هو فقط المتاح يعني لمواجهة السيسي. يعني زي ما قلت لحضرتك إن هذا الأمر من ساعة الانقلاب وهو موجود، لا في حرية تعبير ولا في حرية رأي، ومن ساعتها اوعى تصدق زي الشعب المصري ما هو مش مصدق ان اللي بيكون في سيناء وفي هذه الامور ارهاب، ابدا. الشعب واعي وفاهم ايه اللي بيحصل قدامه. اوعى حد يفكر ان اللي بيحصل ده مش عارف يقول لك ده داعش، ده الارهاب، ده مفيش كلام ده خالص. يعني انت تنفي ان هناك جماعات ربما تكون فعلا متطرفه في سيناء وفي غيرها؟ انا لا اظن. طب واذا كان موجود ايه السبب؟ نعم، هنا السؤال. هفترض معاك نعم انه موجود، ايه السبب؟ اشمعنى اليومين دول؟ اشمعنى زاد؟ ويعني هل احنا مبسوطين لمقتل اخواننا الجنود المصريين؟ بالعكس، اخواتنا واولادنا، وقطعا بنكون يعني في منتهى الحزن لما نسمع ايه اللي وصلنا لكده، ايه اللي وصلنا ما يعديش مناسبه، وكان الارهاب دي يعني قاعد بالريموت كنترول ما بيظهرش الا في المناسبات، قبل العيد بيوم، قبل مش عارف ايه بيوم، قبل ايه بيوم تلاقي ظهر. ليه؟ بالعكس، احنا بنكون يعني اشد منهم على اولادنا الجنود. طيب، لان في الاخر وفي الاول دول أولادنا وأبنائنا اللي لازم نخاف عليهم. طيب أستاذ مؤمن، سوف نكمل حوارنا ولكن فاصل قصير ثم نكمل النقاش. تفضل. إلى اللقاء. مسيرة ثانية جاية، أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرضى من الكتان، وأكبر معوق لحركة. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من جديد مباشر مصر، وضيفنا في الاستوديو هنا الأستاذ مؤمن زعرور عضو مجلس الشعب المصري. مرحبا بك أستاذ مؤمن. أهلا بك. حياك الله. نكمل نقاشنا بخصوص بيان الحركة المدنية للتغيير، والتي يعني كانت تحذر من أن انعدام حرية الرأي قد يفاقم من مشكلة إرهاب في البلاد. هل هناك نقطة ممكن أن نتحدث عنها؟ أنا قطعت قبل الفاصل. يعني أنا زي ما قلت لحضرتك بشأن كيف يمكن
أن نحاصر الإرهاب، هل فعلا حرية الرأي هي المفيدة أم أن نظام السيسي هو من يستغل الإرهاب وقد يخلق؟ يعني أنا بظني أن ليس هناك إرهاب إلا بالنظام، بظني ليس هناك إرهاب إلا بالنظام، وهذا النظام هو الأتى بهذا الإرهاب، فعليه أن يصرفه لأنه هو المتحكم فيه. الإرهاب ليس من الخارج. هل لديك شواهد مثلا أو أمور تتذكرها في هذا الملف، يعني سيد إن الحكومة تصنع الإرهاب؟ أنا عايز أقول لحضرتك ليه ظهر في الوقت الحالي بعد الانقلاب، ولماذا طيب توقف بعد ثورة يناير؟ يعني ما أنا قلت بعد الانقلاب. الأمر الآخر، اشمعنى بتيجي في المناسبات ان المفروض الناس هتبقى فيها يعني سعدة وعندها مناسبة سعيدة تقوم تنكد عليها؟ هل في إرهاب ولا في إسلام ولا مسلمين يخش المسجد يقتلوا اللي فيه؟ تقول لي إرهاب؟ أنا إرهاب؟ مين يقول كده؟ طب هيقتل المصلين ليه؟ قول الإرهاب ليه يقتل المصلين؟ طب ما يقتل الجيش، ما يقتل القادة، ما يقتل فلان، ما يقتل فلان، ما يقتل فلان، اشمعنى جاء مصلين في المسجد، في المسجد ونقول إرهاب؟ مش إرهاب. لكن يعني هو رفض القتل لأي شخص بريء، يعني لا نطالب أن يقتل الجنود، لكن هنا السؤال المحوري، إذا كانت هي في جماعة فعلا تريد أن تنتقم من النظام فلماذا لا توجه هدفا عسكريا لهؤلاء الرجال؟ وزي ما بقول لك إن أنا إذا كنت بأدين هذا الأمر فأنا أكثر إدانة لأولادنا الجنود، لأنهم أولادنا، اللي الأصل فيهم إنهم خارجين لحماية البلد. الأصل فيهم إن الجيش وجنوده خارج لإيه؟ لحماية حدود البلد. من مش من ولادها، مش من ولادها، لأن إحنا شفنا في ثورة يناير إيه اللي حصل. البلد كلها خرجت عن بكرة أبيها وبكل فئاتها وبكل أعمارها وبكل طوائفها، ما حصلش حاجة واحدة، ولكن وكانوا الناس كلهم يعني يكاد يكونوا بيخدموا في بعض، لا محتاجين حد يخدم عليهم ولا محتاجين حد يأمنهم، ولكن أتى الإرهاب كما يقولون بعد الانقلاب. هذه الحركة المعارضة الآن وجهت دعوة إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في البلاد، وقالت حتى أعضاء الأحزاب الشرعية الحالية وكل المعتقلين المنتمين لثورة 25 يناير، هل الظلم الذي وقع على المصريين الآن سوف يوحدهم من أجل يقاوموا النظام السيسي؟ هذا اللي بيحصل في مصر النهاردة، ما تلاقي عندك حوالي 60,000 معتقل من أشراف أبناء الوطن في السجون وفي المعتقلات. تخيل 60,000 دول لهم كام واحد بره، ولهم كام واحد أقربائهم، ولهم كام واحد أحبابهم؟ فأنت معطل البلد، أنت مش سجن دول، لا ده أنت معطل البلد. قول لي النهاردة مصر في أي كيان من الكيانات في الدول المتقدمة، في الدول المتقدمة في أي حاجة، في التعليم، في الصحة، في أي شيء، أي شيء، هات أي حاجة كده هتلاقي مصر في الديل في كل هذه الأمور. فإحنا لا عندك تصنيع ولا عندك تعليم ولا عندك صحة، وهذا الكلام مش أنا اللي بقوله، ده النظام اللي قاله، النظام ورأس النظام هو اللي قال الكلام ده. ما عندناش تعليم، ما عندناش مش يعني مش احنا اللي بنقول، وكأنه كان يفاخر بمثل. طب انا عايز افهم يعني انت بتقول الكلام ده ازاي؟ امال انت بتعمل ايه؟ امال انت انقلبت ليه؟ لاحظ انه قال هذا الكلام لكي يرد على من كان يلومه على انتهاكات حقوق الانسان، فيقول قبل ان تكلمني عن حقوق الانسان احنا ما عندناش تعليم، ما عندناش، ما احنا ما عندناش ليه؟ ومن امتى كنا كده؟ وليه اصبحنا كده؟ وليه كل سنه عن سنه بنبقى للأسوأ؟ يعني احنا ما فيش سنه بنتقدم، يعني ما فيش مثلا مره نبقى في عندنا في الدوله رقم 85 والسنه الجايه بقى 70، ما فيش الكلام ده، ده احنا من سيء لأسوأ، من سيء لأسوأ. فانت اذا كانت الحركه النهارده بتطالب بالافراج عن كل السجناء المصريين فده عشان البلد، مش عشان أشخاص أبداً أبداً. البلد محتاجة تاخد نفسها، محتاجة تاخد نفسها، البلد
من ساعة الانقلاب وهي مش طايقة نفسها، مش قادرة. هناك انقسام ومن سيء لأسوأ. حضرتك ممكن تكلمني عن ثلاث أحزاب في مصر حاليا؟ ثلاث أحزاب، قول لي مصر فيها أحزاب عشان نقول في معارضة ولا ما فيش، في حرية رأي ولا ما فيش، في حرية تعبير ولا ما فيش. أنا عايز واحد مصري يطلع يقول لي عندنا أحزاب كذا وكذا وكذا. يعني وكأنها حالة موت سياسة في مصر. ما عادش. احنا النهاردة في 2005 حتى في أيام أنا كنت في انتخابات أو في برلمان 2005 أيام حسني مبارك كمان كانت في أحزاب. يعني على الأقل يعني سيبهم يتسلوا، كان في تسلية. كان في، وكان في، شوف مع اعترافي إن كان في فساد، لكن كان في رجال دولة برضو. خلينا واقعيين، لازم أشهد بهذا. أنا دخلت البرلمان كان في رجال دولة، حتى لو فسدة مع اعترافي إنهم في فسدة وفيهم مفسدين، كان فيه، بس كان فيه رجالة، فيه عذاب. النهاردة قول لي مين، قول لي مين. ده أنا ما زلت أذكر وأنا عندي سنين بسيطة المرحوم ممتاز نصار في مجلس الشعب، المرحوم صلاح أبو إسماعيل في مجلس الشعب، المستشار الهضيبي في مجلس الشعب. مش ده كان كله في مجلس الشعب؟ تقدر تعدي لي أنت 10 في مجلس الشعب دلوقتي؟ لم يعد يتابع أحد ما يجري في مجلس الشعب. خلينا واقعيين، ما زلنا نذكر هؤلاء الرجال. طيب هذه الحالة من الترهل السياسي التي تعيشها مصر، وأعود إلى سؤالي، هل سوف تتشكل جبهة الآن واسعة من أجل معارضة نظام السيسي؟ هل تقرأ ذلك؟ يعني إحنا نود وأنا بعيد عن الأمنيات، هل تقرأ ذلك؟ أقرأ هذه الأمور، أن هناك إني أعلم تشكيل، أعلم وعلى يقين إن هذا الأمر سينتهي، على يقين تماما سينتهي. فإن شاء الله إن شاء الله، يعني الناس كل يوم وتظهر الحقيقة، حتى اللي كان مغيب أو اللي كان عايز حاجة من الكعكة. في ناس كانت عايزة حاجة من الكعكة وما مطلتش الكعكة، عملت إيه؟ خلاص بدأت تتكلم. طب وما تكلم دخل السجن. في ناس كانت طمعانة تمسك وزارة، رئيس وزراء، مش عارف إيه كده. ما محصلش ابتدى يفوق، وما فاق ابتدى يتكلم، وما تكلم دخل السجن أو هرب من مصر. يعني طيب أعود إلى هذا السؤال، هل هناك فرصة لتشكل هذه الجبهة أم أن خلافات المرحلة الماضية وأخطاء المرحلة الماضية من كل الأطراف يعني تعيق تشكيل هذه الجبهة؟ أنا أشم رائحة تشكيل هذه الجبهة إن شاء الله. أشم رائحة إن شاء الله، لأن هذه الأمور يعني قد توحد الجميع لو كل واحد فينا تخلى وبقول تخلى عن نفسيته وعصبيته وحزبه وجماعته وحط مصر قدامه، اعتقد ان شاء الله ستتشكل هذه الهيئه. يعني هل هناك خيار اصلا دون التوحد؟ لا خيار الا بالتوحد والقيام بالامور السلميه. لا توحد، يعني لا 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 حاجه بخلاف هذا، يعني ان نتوحد وبالامور السلميه. هذا ما تعهدنا عليه وهذا ما تعرفنا عليه. يعني أنتم جربتم أن كل تيار ربما يعمل لوحده ولم يحقق شيئا ذا بال؟ نعم، هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. لو اليمين عمل لوحده واليسار عمل لوحده والعلماني عمل لوحده والوفد عمل لوحده وده عمل لوحده وده عمل لوحده هتتفرق. ولكن بنأمل من ربنا سبحانه وتعالى أنه كل واحد يحط مصر أمامه وفي أولوياته، وهذه الأمور كلها تجتمع على مائدة واحدة، وكل واحد يخلع عبيته وكل واحد يخلص نيته لله، ساعتها ستتوحد الكلمة وترجع مصر لأولادها إن شاء الله. هذا الاحتقان الآن والدعوات التي أصبحت تتكرر من الداخل والخارج أستاذ مؤمن، هل تتوقع أن يستجيب النظام لبعض هذه المطالبات؟ شوف، يعني أنا شايف أن النظام في ورطة. النظام بالفعل في ورطة. اوعى تتخيل ان النظام واقف على ارض صلبة، بالعكس. بالعكس، النظام يعني مترهل، عمره ما هو على ارض صلبة، لا، النظام بالفعل مترهل. وما فيه الان ان الارض اللي هو واقف عليها ارض هشة، هو عايز يشوف مخرج، هو نفسه عايز يشوف مخرج.
إن شاء الله يأتي المخرج. طبعا هذا المخرج الذي يبحث عنه يبدو أنه استمرار سياساته، يعني توسع هذه الاغتيالات، هذه الاعتقالات عفوا، مستمرة في مصر. دعنا نقرأ خبرا آخر أستاذ مؤمن ونعود للنقاش. طيب أرد بس على النقطة دي، سنعود إليها فضل. لأنه هذا الخبر فضل. متصل فضل. بها فضل. فضل. مركز النديم مشاهدينا الكرام، وهو من المراكز الحقوقية التي تعمل من داخل مصر أيضا، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، دعا إلى تدشين حملة للتدوين عن التعذيب، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ذلك بهدف محاولة وقف وتوثيق تلك الممارسات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق النشطاء والمعارضين. وقال المركز في بيان له إن دعوته تأتي كبديل عن المؤتمر الإقليمي المغلق أو المعلق الذي كان مفترض أن يعقد في القاهرة أيام الرابع والخامس من سبتمبر الجاري، وتم تأجيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك بناء على اعتراضات من حقوقيين مصريين. ودعا كافة الأطراف المعنية سواء التي تعرضت للأذى المباشر إثر تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، أو تلك التي تعمل على رصد هذه الجريمة وتوثيقها، إلى التدوين في نفس أيام المؤتمر الذي كان سيعقد، وطالبوا بأن تكون هناك قصص وإحصائيات وشهادات التعذيب وسوء المعاملة في مكان الاحتجاز المصرية. إذن مشاهدينا الكرام، مركز النديم لحقوق الإنسان يطالب الآن المدونين المصريين بأن يسجلوا ما كان يحدث داخل المعتقلات المصرية بشهادات ممن وقع في هذه المعتقلات، من أجل أن يظهر ذلك للرأي العام الدولي. أعود إليك أستاذ مؤمن بخصوص ما توقفنا في الحديث بشأنه، إنه النظام مستمر في تلك الانتهاكات رغم أن المعارضات تأتي من الداخل والخارج. سيدي الفاضل، لتعلم أن كثرة الاعتقالات دليل ضعف. دليل ضعف. نعم. كثرة الاعتقالات دليل ضعف. ليه بقول الكلام ده؟ نعم. لأنك أنت ما أصبحش عندك حي غيرها. أنت بتتحكم من مركز قوة بيتهيأ لك هذا الأمر، فأنت بتعتقل الناس. لكن للعلم هذا الأمر ده يمثل نقطة ضعف بالنسبة له. دليل على كده أنك أنت بتعتقل الواحد وتسيبه يومين ثلاثة، وتفاجأ بعد يومين ثلاثة أنك بتعتقله تاني. طب أنت ليه سيبته وليه خدته؟ أني أعرف ناس اتسابت وتاني يوم اتخذ وتالت يوم اتخذ. تقدر تقول لي معنى إيه؟ غير انه ضعف. لا يوجد بوصلة. بالعقل. هات لي واحد قاعد على المصطبة وبيتكلم. انت سبته النهاردة 24 ساعة ابط عليه تاني. ليه؟ خايف ليه؟ خايف يقعد في بيته؟ خايف يلم جيرانه؟ خايف يلم اخوانه؟ بعد 24 ساعة ابط عليه ليه؟ النهاردة سيد الفاضل مصر كلها برا، مصر برا بيوتها. اذا كان 60,000 معتقل في السجون، فأكثر من 60,000 مطارد داخل مصر. في 60,000 أو أكثر ما دخلوش بيوتهم من 5 سنين. أنا أعلم ذلك. في أكثر من 5 سنين ناس ما التقتش بأولادها. يا أخي أنا كان عضو مجلس الشعب معايا. نعم. ابنه اتصفى وهو هربان داخل مصر، ما قدرش يروح يتفن. لا حول ولا قوة الا بالله. ما قدرش، لأن النائب هارب، يعني أيضا هارب. هارب وداخل مصر، يعني هناك حالة إنسانية أصبحت يا أخي الفاضل، خايف يروح يدفن ابنه. أكثر من 100,000 هارب داخل مصر، أنت متخيل إيه؟ أكثر من في السجون عايشين برضو كده، لا بيشوف ابنه ولا بنته ولا مراته ولا أخوه ولا أخته ولا يعرفوا فين. ده يعني في ناس كده. سيبك بقى من المطاردين والهربانين بره مصر. الله المستعان.
دعنا نشرك في نقاشنا الآن الأستاذ أحمد العطار الناشط الحقوقي المصري. مرحبا بك أستاذ أحمد. حياك الله. يعني حقيقة القصص الإنسانية التي تأتي من الداخل المصري والانتهاكات يعني توضح أن هناك تهديد للنسيج الاجتماعي في مصر. كيف تقرأ أستاذ أحمد؟ بداية تحل حضرتك تحل جمهور قناة التسعة. الوضع في مصر بعد 2013 فعلا أدى إلى انقسام مجتمعي رهيب جدا داخل الأسرة الواحدة وداخل العيلة الواحدة وداخل الحي الواحد وداخل القرية وداخل المدينة وداخل المحافظة. يعني أصبح للأسف شديد أصاب مصر زي ما يقول لك نصين، أنتوا شعب وأنتوا إحنا شعب، يعني زي ما كان بيقول يعني. صحيح. للأسف أصبح الوضع مزري جدا، أصبح هناك يعني وضع غير طبيعي في مصر لم تشهده مصر على مدار سنين طويلة جدا، ولم تراه. الشعب المصري دايما شعب يحبون، شعب طيب وشعب يعني بيحب البساطة ويحب كده، ولكن ما حدث في 2013 أدى إلى انقسام مجتمع رهيب جدا، أثاره الاجتماعية والنفسية والبيئية والمجتمعية واضحة الوضوح العيان على الشارع المصري. يعني أنت بتكلم في أشياء حقيقية، أشياء أصابت الجميع بالصدمة يعني. يعني هناك محاولة لكسر حتى هوية الناس، كسر شخصية المصري، يعني حتى التندر على أجسامهم، التندر على صحتهم البدنية. هناك رغبة فيما يبدو لمحاربة الشعب المصري. يعني كيف تقرأ أستاذ أحمد؟ هو مش محاربة الشعب المصري، هو محاربة الشعب المسلم عموما. يعني أنا أراه هي حرب على الإسلام أكثر ما هي تكون حرب على الهوية العربية. لأن ما نراه الآن هو نتيجة استعمار فكري واقتصادي لدول استعمرت الدول العربية لسنوات عديدة جدا، منذ أن ظهر البترول في الخليج أو منذ أن ظهرت الانقسامات بين الشعوب العربية والدول العربية. معقول العربية وانقلاب السيسي يعني هو الأداة، لكن انقلاب السيسي هو الأداة الآن لمحاولة إعادة صبغ المجتمع المصري، هكذا تريد أن تقول؟ انقلاب السيسي ما حدث في 2013 هو نتيجة طبيعية، يعني نتيجة طبيعية أو قراءة للمشهد. يعني هو كان هناك احتلال فكري واقتصادي من عن طريق الأفلام العالمية، عن طريق الشركات العالمية تبع دير القرارات، عن طريق كل شيء يعني أصبح مملوك غير المصريين. فأصبح الوضع يعني نتيجة طبيعية أنه يتم يعني احتلالهم سياسيا كمان، يعني بإملاءات غربية، بإملاءات خليجية أو إقليمية أو بإملاءات يعني الوضع ما مختلف شوي. دعنا نأخذ تعليق من الأستاذ مؤمن زعرور هنا في الاستوديو بخصوص أنه انقلاب السيسي يعمل على إعادة صبغ المجتمع المصري بأفكار أخرى غير التي نشأ عليها. يعني دعني أحدثك أن الشعب المصري شعب بفطرته مسلم وسيظل، يعرف تعاليم دينه وأخلاقياته ومبادئه ومثله وقيمه ومتعايش أيا كان اللي هي. مش هيقدر. العالم كله عايز ينسي الشعب المصري والشعوب العربية كلها قضية فلسطين والقدس، وشوف بيعملوا إيه كل يوم. هل الشعوب العربية وفي القلب منها الشعب المصري نسى قضية القدس؟ لا يمكن. ولا الأقصى ولا غزة؟ لا يمكن. لكن هل فإذا كنا بنتكلم في القدس وفي الأقصى وفي غزة، فإذا كانوا جايين علشان يغيروا الهوية أو هوية الشعب المصري فلن يحدث إن شاء الله. لكن هل تتفق معه بأنه فعلا هناك رغبة تغيير هوية المصريين؟ قطعا هذا الأمر ليس يعني لتغيير نظام وخروج دكتور مرسي ودخول مش عارف مين علشان تغيير وعشان لا تغيير أشخاص، ده ليس أكبر من كده بكثير. ولكن الشعب إن شاء الله واعي وسيظل واعي، وكما قلت لك هذا الشعب يمرض
ولن يموت إن شاء الله. طيب أعود إليك أستاذ أحمد العطار بشأن دعوة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، وهو مركز يعمل من الداخل المصري. الآن هو يحاول من خلال تدشين حملة للتدوين عن التعذيب في مصر أن يستغل ما جرى من تأجيل مؤتمر مناهضة التعذيب الذي كان مقرر أن يعقد في مصر، يستغل ما جرى من أجل أن يوثق الناس تلك القصص التي يحاول النظام إخفاءها داخل مصر. كيف تقرأ هذه الدعوة؟ الدعوة هي دعوة ذكية جدا، دعوة أؤيدها، ودعوة تم دعوة الكثير من الحقوقيين ومنظمات الحقوق العاملة في مصر وخارج مصر للتفاعل معها. هي فعلا أنا أحيي مركز النديم، هو دايما يعني بيكون لي نشاط ممتاز جدا في تأهيل الذين تعرضوا للتعذيب وضحايا التعذيب وخلافه. مركز النديم بدعوته هذه كان كضحية لفترة، يعني احنا كنا بعد ما تم الإعلان عن نية الأمم المتحدة والمفوضية السامية بإقامة مؤتمر في القاهرة اللي هي تعتبر مركز تعذيب في الشرق الأوسط بكفاءة عالية جدا، وبتتخذ من التعذيب كمنهجية واستمرارية واستراتيجية لانتزاع الاعترافات بالإكراه وما شابه ذلك. وطبعا عندما تم الإعلان عن هذا المؤتمر وهذا التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري والمفوضية السامية أصبنا جميعا بالصدمة وقتها، ولكن الأمم المتحدة والمفوضية السامية أدركت خطأها وتم إيقاف أو إلغاء هذا المؤتمر في مصر. الدعوة زي ما قلت حضرتك هي دعوة ذكية جدا، أنا أراها أنها تكون في تفاعل ممتاز معها، لأن التعذيب يتم في كل لحظة في السجون المصرية، ومش بس للسياسي فقط للحقيقة يعني، ولكن التعذيب يتم لكل يعني أي فرد في مصر بيتم تعذيبه بدنيا أو نفسيا. يعني في إحصائية احنا بنقول عليها إن ما فيش حد بيدخل مركز اعتقال أو شرطة أو سجن في مصر إلا ما يتعرض لنوع من أنواع التعذيب البدني أو النفسي. وبالتالي التعذيب هو منهجية مصرية يتم التعاون معها بشكل مباشر بشكل حرفي من قبل السلطات المصرية. وبالتالي أي تعاون معها والتنديد بها هو واجب على كل المنظمات والحريين وكل الشعب المصري. يعني من الغريب أن نقول أنه تعذيب يحدث بشكل حرفي، يعني هل أصبح التعذيب يحتاج إلى حرفية؟ يعني أمر مؤسف. على كل حال من الأمور التي أيضا تلام فيها الأجهزة الأمنية في مصر هي التعامل غير الإنساني مع المرضى. يعني حركة المدنية الديمقراطية كانت قد قالت أنه أمينها العام رغم أنه يعاني من ظروف مرض القلب إلا أن ظروف الاحتجاز غير إنسانية. هذه النقطة بالتحديد أستاذ أحمد، يعني هل لديكم أيضا توثيق لحالات أخرى؟ بالتأكيد، بس دعني أوضح لماذا قلت هي حرفية السلطات المصرية في التعامل بالتعذيب، لأن هو في كثير من الأحوال بيكون مطلوب من السلطات المصرية إحداث أكبر قدر نفسي وبدني يعني من التعذيب للمعتقل بدون إظهار أي نوع من آثار التعذيب عليه، لأنه سوف يتم مثلا عرضه على النيابة، سوف يتم عرضه على القاضي الطبيعي بتاعه، ومش محتاجين ان هو يبان عليه اثار التعذيب المباشره، ولكن بيتم تعذيبه نفسيا. يعني يكفي ان انا اقول لك ان انواع التعذيب اكثر من 70 نوع من انواع التعذيب ممكن يتم تاثير بها على المواطن او المعتقل في السجون والمعتقلات المصريه. نرجع لحالات الاهمال الطبي او الحالات اللي احنا بنسميها الحالات المتعمده بمنع العلاج والدواء، هو حالات برضك هنا السلطات المصرية بتتعمد إحداث ذلك وتتعمد أن تمنع الدواء والعلاج عن المواطنين أو المعتقلين في السجون المصرية، سواء معتقلين سياسيين أو غالبا السياسي، من خلال يعني حتى أنا كنت كتبت مقالات أو بوستات كده جدا عن موضوع التعذيب في السجون في سجن المانتورة، مستشفى سجن المانتورة، وكان هناك يعني حالات معينة من بعض الأطباء في سجن المانتورة تقوم بإحداث تشوه أثناء العمليات. يعني حتى ممكن تدخل تقبل العملية
معينه، يعني عمليه واحده معينه، يعمل لك عمليتين وثلاثه بغرض ان هو يحدث قدر اكبر قدر ممكن من الاصابه فيك، لانه بيكرهك، لانه رفضك، لانه عارفك عايز يموت، انت مش رايح تعالج، انت رايح تموت بمعنى صح. يعني يكفي ان انا اقول لك كان مثلا في مستشفى الامام ترى ان كان في تصريح غريب جدا لمدير مستشفى الامام ترى، هو احد اللواءات هناك، قال لك ان الامام ترى مستشفى الامام ترى اللي مات فيه ناس كتير جدا، واللي الناس بتكون هناك في حالات مرضيه صعبه جدا، قال لك ان هو تعالوا العلاج فيه احسن من علاج في مستشفيات كندا وبريطانيا. يعني هو الراجل يعني بيتكلم عن قناعه تامه ان قتل الناس او منع العلاج والدواء هو دي الوسيله الوحيده بتاعتهم للتعامل مع المقتول التأثير. يعني نرجع ونقول ان هذه اللي هي منهجيه برضك في التعامل مع المرضى، لا تفرق ما تفرقش معاهم اذا كان راجل كبير السن او صغير السن. احنا كلنا نفتكر ان في من شهر فات تم قتل شابين صغيرين في السجن في التاديب وفي الانفرادي، يعني شابين 25 سنه واحد 30 سنه، لان هم يعني قعدوا يخبطوا على الزنزانه لمده يوم كامل ما حدش يفتح لهم، لغايه لو هم كانوا اصلا مرضى ومفروض ما كانوش يدخلوا اماكن التاديب. ورغم ذلك اداره سجن ترى في العقرب او في الليمان او في التحقيق دخلتهم التاديب وماتوا هم في التاديب. يعني دي حالات كثيره جدا، هناك امعان يعني حقيقه في تأديب الناس وقتلهم. يعني التعامل معهم كارقام استاذ احمد. انا دعني فقط اقرا هنا بعض التقارير التي تتحدث عن وفاة الناس داخل معتقلات السيسي للأسف الشديد. يعني حقيقة الإنسان يقرأ ويتعجب، هل هؤلاء يعني بشر الذين يسيطرون على هذه السجون المصرية؟ مركز عدالة للحقوق والحريات تحدث أنه هناك 22 حالة وفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي فقط بداية هذا العام، وكذلك تحدثوا أنه في الفترة ما بين تنحي الرئيس المخلوع مبارك وحتى عام 2016 فإن هناك 834 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة والسجون، كما سجل مركز عدالة أن أعداد الوفيات داخل نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 إلى 2018 بلغت 60 حالة وفاة. أستاذ مؤمن، يعني هناك نواب في البرلمان المصري أيضا توفوا يعني نتيجة الإهمال الطبي، كيف تستذكر هذا الملف المؤلم؟ أنا عندما أتحدث لا أتحدث عن نواب ولا عن إخوان، لكن أتحدث عن شعب. أنا النهاردة ما يكون عندي واحد في قيمة وقامة المستشار الخضيري شيخ شيوخ القضاء في مصر، لا يقارن بهؤلاء، هؤلاء القضاة المجرمين لا يقارن، في الثمانينات من عمره مكالمته المشهورة في مجلس الشعب وهو بيقول بنفس اللفظ كده اللي هينجو منا هيخش السجون، واللي يخش السجن ده يبقى حظه كويس، ده لو العسكر ركبه، ولكن فينا من يعلق على أعناق المشانق. هذه كلمته مشهورة ومعايا، ممكن تسمعها لو حبيت، ممكن نسمعها للناس. يعني هم مدركون انه الانقلابيين هؤلاء كانوا يريدون قتل المعارضين. ممكن اسمعه لك وهو في المجلس، تاخد دي واحده تسمعها لو حبيت. هذا حصل، هذا حدث. النهارده لما تيجي بنت من بناتنا وهي امام النيابه وبتعرض امام النيابه ويغمى عليها، والنائب العام ولا وكيل النيابه يعني لا يكلف خاطره ويشوفها، والاخر يقول اصل ضغطها انخفض، خلاص عماله تجيب دم من بقها وهو راس ضمها انخفض، ضغطها انخفض، حاجه ولا في الاحلام. مؤتمر استهتار بالحياه البشريه، ما عادش في حياه بشريه يا سيدي الفاضل. ده ايام مبارك والنظام الفاسد ما كانش بيحصل اللي بيحصل ده. ده احنا عمرنا ما شفنا لا بنت ولا ست دخلت الاعتقال. النهارده البنت والاخت والام تخش السجن، بل والأفظع من كده تظل في سجن انفرادي لأكثر من سنة واثنين وثلاثة. مين يقول الكلام ده؟ في أي حكم؟ ده ما حصلش في العمر كله، ما حصلش.
وتفضل مختفية قسريا ومحدش يعرف عنها حاجة لشهر والسنة والاثنين والثلاثة، ما تعرفش عن بنتك حاجة. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ هنا انسلاخ حتى عن العروبة يعني وقيمها يا سيد الفاضل. العروبة ايه ده؟ الحيوان ما عملش كلام ده. الحيوان ما عملش كلام ده. طيب النهاردة عندك اختفاء قسري لبنتي وبنتك واختي واختك لمدة طويلة، تأمن عليهم؟ تأمن عليهم؟ والعجيب انهم يعني يتذرعون، بعدين في الاخر يقول لك ده انا ما عنديش معتقلين سياسيين. هنا هذا الذي يريد ان اقوله، يقول لا يوجد معتقلين سياسيين، ويقولون الاعلاميين هؤلاء من اذرعه ان هؤلاء ارهابيين. فهل حتى لو كانوا مجرمين هل يعاملون بمثل هذه المعامله؟ لماذا يعني بنت الدكتور القراضي، بنت الدكتور القراضاوي دي ارهابيه؟ اللي عندها كام؟ 60 سنه وظهرت انها ارهابيه بس اليومين دول؟ بتعاملها بمعاملة والدها؟ يعني كان هذا الاعتقال فقط انتقاما من والدها الشيخ يوسف القرضاوي؟ وكان كله كده. نعم صحيح. سمية الوالدة عضو مجلس الشعب، ليه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في انتقام. بنت المهندس خيرت الشاطر، في انتقام الشاطر. يعني تقرا انتقام بنت خيرت الشاطر، ليه؟ ليه؟ في انتقام. ليه؟ هذا الذي لا يمكن ان تقراه الا بهذه الصورة، ليس كذلك استاذ احمد؟ هناك رغبة للانتقام. نعم. يعني نعم، هو طبعا هو كان واضح جدا منذ بداية الأحداث، الانتقام وليس العدالة هي كانت هي العنوان الأشد والحقيقي لما يجري في مصر من إجراءات، ويعني إذا كان إجراءات أو إجراءات قانونية أو يعني مخالفة للقانون والدستور، وانتقام للأفراد أكثر من تحقيق العدالة وتحقيق أي نوع من أنواع المساواة بين المصريين. الانتقام هو الأساس في كل شيء، يعني زي ما تفضل الأستاذ الكريم ان يعني حتى الانتقام اصبح هو يطال السيدات والاطفال في مصر. يعني نجد اسره كامله تعتقل من الاب والام والبنت والزوجه والمنع من السفر والتنكيل وقوائم ارهاب واشياء كثيره جدا. يعني احنا بنقول عليها في مصر هو يعني هو انتقام اكثر منه اي شيء اخر، ما لهاش اي استثناء وليس لها اي عنوان اخر. يعني طيب، وشملت الان كل اطياف المجتمع، بل اناس بتأكيد. هم كانوا جزء من الدوله المصريه. دعني انتقل الى هذا الخبر واحتاج تعليق ضيوفنا الكرام. مشاهدينا الكرام، هناك حمله بعنوان باطل سجن مصر، سلطت الحمله الضوء على موضوع المعتقلين السياسيين في مصر، وقالت بضرورة أن يتم رفع المعاناة والتنكيل الذي يتعرض له المعتقلين السياسيين، ومنهم رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، والمعتقل حاليا داخل السجون على خلفية اعتزامه ترشح لانتخابات الرئاسة الماضية عام 2018. وأشارت الحملة إلى أن الفريق سامي عنان محروم داخل السجن من الزيارة والدواء والرعاية الطبية، وحتى المحامي الخاص به لا يمكنه مقابلته. وشددت حملة باطل على أنه يتم التنكيل بالفريق وسجنه لأنه دعا لاحترام إرادة الشعب المصري وتقاسم السلطة ووقف ما وصفته بالإدارة العبثية للبلاد، فضلاً عن قراره الترشح لرئاسة الجمهورية المصرية. وقالت الحملة: تقولون أنكم بتحبسوا الإرهابيين بس، فهل سامي عنان قائد الجيش المصري إرهابي أيضا؟ وذكرت الحملة أن عنان شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ولم يفرط في غازها ومياهها، وكأنها يعني تغمز في عبد الفتاح السيسي الذي يعني ما شاء الله عنده عدد من الصفقات التي قال أنه أجراها لأن والدته قالت له لا تأخذ حقا ليس لك. أستاذ مؤمن، يعني سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري أيضا هو جزء من الذين يتعرضون للانتهاكات في السجون المصرية. نعم، اتفقنا أو اختلفنا على هؤلاء الرجال أو هؤلاء الأشخاص، نحن ضد الظلم.
اتفقنا مع سامي عنان، اختلفنا معه، مع هشام جنينة، مع شفيق، مع أبو الفتوح، مع مع مع، نحن لسنا ضد أشخاص، ولكن احنا ضد الظلم وضد اللامبادئ اللي بتحصل في مصر النهاردة. المؤتمر اللي كان مزمع انه يعقد في القاهرة ليه؟ من الأصل ليه؟ لأنهم كانوا عايزين يحطوا مصر ويغطوا عليها، وكأن مصر هون انتوا بتقولوا ده المؤتمر جاي يعقد في أرض مصر، ولكن تشاء إرادة الله عز وجل أن هما بيقولوا انه تأجل، لكن ما فيش تأجيل، هو اتلغى، لأنه ما ينفعش يعقد في مصر، يعقد على أرض مصر. ومصر بهذه الانتهاكات اللا معقولة واللا إنسانية واللا محدودة واللا واللا واللا، نعم، عمرنا لا سمعنا ولا شفنا ولا هيحصل. وعلشان كده إن شاء الله إن شاء الله نهاية هذا النظام قريبة، لأن ربنا ما يرضاش بالظلم سبحانه وتعالى. أستاذ أحمد، اتساع دائرة المعتقلين ومن يتعرضون للانتهاكات حتى شملت يعني أناسا كانوا رؤساء السيسي نفسه، يعني كيف تفسر؟ هو دي الأساس في أي عمل غير شرعي أو غير قانوني، وتحول من سلطة مدنية إلى سلطة عسكرية، هو بالتأكيد يعني الوضع ده طبيعي جدا في مثل هذه الأحداث، يعني عندما يتم انتزاع السلطة بالقوة، بقوة سلاح، بقوة القوة غير شرعية، وانزعها عن طريق غير ديمقراطي، فبالتالي هو إجراء طبيعي بالنسبة لهم، يعني من ساندوه بالأمس سنقلب عليهم غدا وغدا وغدا وغدا، يعني كأن الانقلابي هو كائن مرعوب دائما ولا يثق بأحد، يعني بالتأكيد، يعني بالتأكيد، يعني هو ده الوضع الطبيعي ليهم، ووضع مش 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 جديد يعني، وبالتالي الأمر يعني أصبح يعني واضح ومفهوش مفهوش لبس يعني. طيب بحكم يعني اطلاعك في الملف الحقوقي، وخاصة بعد تأجيل انعقاد المؤتمر وإلغاء عقده في مصر، هل تقرأ تغيرا في الموقف الدولي تجاه النظرة لمصر؟ لا، هو للأسف أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا متابع الموقف الدولي وبسافر وبحضر المؤتمرات وندوات في الخارج كتير. نعم. للأسف الشديد المجتمع الدولي عارف ما يجري في مصر ويعلم جيدا ماذا يحدث في مصر بالتأكيد من إجراءات وانتهاكات وما شابه ذلك من إجراءات غير دستورية وغير قانونية، ولكن الموقف الدولي الشعبي أو الرسمي مختلف خالص عن المنظمات الحقوقية، يعني الدول تتعامل من المصالح في المقام الأول، تتعامل من خلال مصالحها الشخصية، يعني احنا في بريطانيا هنا مثلا هي أكبر واحد شريك استثماري لمصر في العالم بعد الخليج، يعني بريطانيا مثلا بتصدر أسلحة للشرطة المصرية اللي بتستخدمها في عمليات قتل غير شرعية وغير رسمية، بتستخدمها مثلا في قتل المدنيين في سيناء وما شابه ذلك، يعني هم يعلمون أنه ينتهك لكنهم يقبلون في التعامل معه. بالضبط كده، يعني للأسف هو بيمارس سياسة معينة أو بيوفق معهم لسياسة معينة هم مبسوطين بيها، فبالتالي الموضوع بالنسبة لهم منتهي يعني أو مفروغ منه يعني. يعني ولكن يبدو عندما يتم استغناء ولكن عندما يتم الاستغناء عن خدماته وإيجاد بديل آخر يستطيع أن يقدم خدمات أفضل منه، سيتم التعامل معه من خلال القانون والضغط والمحاكمات ومطالبة التنحي وهكذا أشياء. واضح. يعني دعني أنتقل إلى الأستاذ مؤمن بهذه النقطة المهمة التي ذكرها الأستاذ أحمد، يعني يبدو أنه التعويل على المجتمع الدولي أن يعمل على رفع الشرعية عن السيسي هذا غير وارد، وأنه المطلوب هو الشعب المصري نفسه أن يتحرك. شوف يا سيد الفاضل، الأمر بيدي لا بيدي عمرو. الأمر بيدي لا بيدي عمرو. نعم. لأن المجتمع الدولي لا يعمل في الأول وفي الآخر إلا لمصلحته هو. نعم. خلينا واقعيين. لا يعمل إلا لمصلحته هو. مصلحته فين؟ هيمشي فيها. ومصلحته الآن مع السيسي. ومصلحته، مين اللي يعني النهارده
مين اللي كان يقدر يدي المجتمع الدولي قد مادة السيسي؟ مين؟ ساعد إسرائيل ويحفظ أمنها، هذه كلها مصالح غربية. يا سيد الفاضل، ده مبارك ما قدرش يعمل كده. مبارك لم يعمل مبارك ما يفعله السيسي. أيوة. وأنا عمال أقول مبارك رغم تحفظات الكتيرة قوي على نظامه، لأن عيشته وكنت في البرلمان برضو ساعتها، مش بعد الثورة بس، لكن برضو ما قدرش يعمل الكلام ده، ما قدرش يعمل الكلام ده. لكن انت النهاردة تيران وصنافير، مش عارف القدس تتنقل عاصمتها فين، مش عارف المؤتمر ايه، احنا كل يوم في موضوع، كل يوم في موضوع. ما فيش شهر بيمر الا ما تلاقي انت حتى من البلد راحت. نتنياهو يقول السيسي كنز استراتيجي لدولة الاحتلال. ده ابسط تعبير، يعني ده ابسط تعبير. إذا لا يمكن أن المراهنة على المجتمع الدولي، لا يمكن المراهنة على المجتمع الدولي، والأمر كما قلت لك بيدي لا بيدي عمر. طيب أشكرك أستاذ مؤمن، وستبقى معي طبعا، بقي لنا فقرة في هذا البرنامج، لكن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ أحمد العطار الناشط الحقوقي المصري. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نستكمل مع حضراتكم بقية فقرات البرنامج. مسيرة تانية جاية، أعداد كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهرة، وسيحكم التاريخ علي معوق لحركة. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من برنامج مباشر مصر، و نرحب من جديد بالأستاذ مؤمن زعرور عضو مجلس الشعب المصري، كما ينضم إلينا الآن الأستاذ مصطفى عزب الحقوق المصري ورئيس الملف المصري بالجمعية العربية لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ مصطفى. مرحبا بك وضيفك الكريم، حياك الله. أستاذ مصطفى، لعلي أبدأ بك في هذه الفقرة للتعليق على ما جاء في حملة باطل، والتي تحدثت أنه رئيس أركان الجيش المصري يتعرض للتعذيب، وإذا كان نظام السيسي يزعم أنه يحارب الإرهاب، فهل قائد الجيش المصري أيضا إرهابي؟ هل حادثة عنان برأيك أستاذ مصطفى يعني تكون هي الأخيرة في نقض ذرائع نظام السيسي في اعتقال المعارضين السياسيين؟ يعني أعتقد أن جرائم عبد الفتاح السيسي ونظام السيسي في مصر تكشفت منذ زمن بعيد، ليس الأمر فقط يتكشف بحادثة سامي عنان. النظام بدأ منذ الفترة الأولى يتحدث بشكل متناقض جدا. منذ اليوم الأول هو تحدث في الأول عن أن يعني بعد الانقلاب العسكري، وشرطا قال أن الإخوان فصيل سياسي محترم له كل الاحترام، تحدث عن الرئيس محمد مرسي في هذا الوقت، وقال أن الرئيس محمد مرسي يحتجز في مكان آمن فقط خشية أن يتعرض للإيذاء هنا أو هناك، وأن هذا لمصلحته، وأنه لا يوجد عليه أي قضايا، بل قام بمحاكمة نائب رئيس جريدة الأهرام في نقامة بتسريب خبر عن تعرض الدكتور محمد مرسي على النيابة العامة بعد اتهامه في أكثر من قضية جنائية، وبعد يومين أحاله إلى النائب العام وكأن شيء لم يكن. النظام يعمل دائما على استغباء الشعب المصري وعلى استغباء فصائل المعارضة. بدأ بالفصيل السياسي الأكثر معارضة له، والذي قام بالانقلاب العسكري عليه، بدأ التنكيل بهم وقتلهم كالميادين واعتقال عدد كبير جدا منهم، ثم بعد ذلك التفت إلى كافة القوى السياسية في مصر، ثم بعد ذلك التفت إلى أنصاره وإلى رموز في الجيش المصري لمجرد أنهم سلكوا المسار الدستوري الذي رسمه عبد الفتاح السيسي بنفسه عبر الدستور الذي وضع في عام 2014. يعني السيسي هو من رفع هذا الدستور وهو غير قادر على إنفاذه. يعني ما الذي كان يمنع عبد الفتاح السيسي أن يصنع دستورا مشوها تماما؟ ما الذي كان يمنع عبد الفتاح السيسي، أو من الذي كان سيعترض على عبد الفتاح السيسي لو كان ألغى النظام الجمهوري في مصر وحول مصر إلى ملكية أو ملكية دستورية أو أيًا كان، وجعل الحكم بالتوريث مدى الحياة؟ وبالفعل يفعل ذلك، يعني تمديد فترة الرئاسة ثم العبث بالدستور، العبث بالقوانين. المشكلة أنه يعبث بالقوانين بهذا الشكل ويضع ما يشاء من قوانين، وفي الأخير هو غير قادر حتى على إنفاذ القوانين المشوهة التي وضعها بيده، هو غير قادر على إنفاذ الدستور المشوه الذي وضعه بيده. المشكلة أن حتى قانون الإرهاب، أقصى وأبشع القوانين
قمعا لحقوق الانسان وقانون الارهاب وقانون التظاهر هو غير قادر على انفاذهم في الحقيقه. لماذا غير قادر على انفاذه استاذ مصطفى حتى نفهم؟ لان هذا النظام هو مختلف تماما عن كل الانظمه الدكتاتوريه التقليديه. يعني فكره انه يزج دائما بكل مؤسسات الدوله في معترك العمل السياسي هذه كارثه غير مسبوقه على مصر. كانت الانظمه السابقه قمعيه بشكل كبير، نظام مبارك ونظام السادات ونظام عبد الناصر كانت انظمه قمعيه، لكن كافه هذه الانظمه لم تورط كافه مؤسسات الدوله بهذا الشكل ابدا. لم يتورط القضاء المصري باكمله في قمع المعارضه كما تورطت على فتح السيسي. هو حريص تماما على توريط كافه مؤسسات الدوله، لم يعد هناك مؤسسه دوله واحده محايده. كان الجيش يمارس السياسه قبل ذلك في عهد حسني مبارك لكن كان في الخفاء، لم يكن بهذه الفجاجه. الجيش الان ينافس كل شيء، ينافس المخابز، ينافس محلات الشاورما، ينافس محلات الملابس، ينافس منافس بيع الخضار البسيطه للناس، ينافس مصانع بيع المكرونه، الجيش يمارس القمع، ينافس الصيدليات. يعني هل يبيع حليب الاطفال وايضا الحفاظات؟ يعني كارثه 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 كبرى. الجيش يعني يتدخل في الاقتصاد بشكل مطلق ومباشر وفج، ويتدخل في السياسه بشكل مطلق. يعني الجيش ينافس على السلطه ويقمع المواطنين اذا ما تحدثوا، اذا ما تجرأ احد على منافسته في السلطه. لماذا يفعل الانتخابات اذا؟ يعني ما الذي دفعه الى اعلان الانتخابات؟ كان يعلن مصر دوله ملكيه ولن يعارضه احد. هو يسيطر على كل شيء، الشرطه بيده والقضاء بيده والجيش بيده. كان يستطيع ان يفعل ما شاء، لكن هو حريص في ذات الوقت على ان يرسم سيناريو وتمثيليه معينه، ويريد ان يلتزم بها الشعب، ان يمثل كل الشعب المصري بكل اطيافه هذه المسرحيه، يشارك الجميع فيها. يحزن جدا اذا لم يشارك الناس في استفتاء او في انتخابات معلوم تماما نتيجه الانتخابات قبل ان يبدا طرح اسماء المرشحين اصلا. طب هذه الحاله المسرحيه السمجه حقيقه التي تحدث في مصر، هل برايك يعني دفعت اطيافا عديده الان حتى ممن كانوا يقبلون بما جرى في 3 يوليو، دفعتهم الآن لمعارضة السيسي ومحاولة رفع الصوت ضده؟ يعني فيما يتعلق بالجماهير المصرية أعتقد يعني سيكون أكثر دقة في الإجابة عن هذا السؤال الأستاذ مؤمن زعرور، هو أحد النواب الشعب المصري الذين كانوا موجودين ومتصلين بالشعب المصري وبالشارع المصري حتى وقت قريب في داخل مصر، وهو قادر أكثر مني على تحليل ونقد رؤية ما يدور في الشارع المصري. هو صحيح، لكن أنا قصدي يعني هناك حملات الآن حقوقية حتى من داخل مصر بدأت ترفع الصوت وتطالب برفع التنكيل على المعارضين السياسيين. كما قلت يعني أنا أعتقد أن الصوت الحقوقي في مصر في داخل مصر هو صوت قاصد جدا غير قادر على التنفس في الحقيقة. الأوضاع مزرية ومأساوية، أيضا ضيفك الكريم يستطيع أن يحدثك بشكل دقيق عن معاناة محامي المعتقلين الذين لا المعتقل لأنه يستطيع أن يستعين بمحامي. المحامون يخشون أن يحملوا قضايا المعتقلين الكافيين. هو يخشى من الاعتقال إذا ما ترافع أمام النيابة العامة في قضايا تلزم المتهم أن يكون له محامي، وتلزم النيابة العامة أن يكون لها محامي. هذه كارثة. يعني نحن في عبث مطلق. الأوضاع في مصر سيئة للغاية. الأوضاع تصل إلى مرحلة انسداد مطلق، وأعتقد أن هذا النظام حتى الأنظمة السابقة كانت حريصة على تسريب بعض مشاعر الغضب وتسريب بعض مظاهر الاحتجاج للتنفيس عن مشاعر المواطنين، لكن هذا النظام لا يعطي المجال لكي يتنفس أي مواطن. يعني وكأنه يمعن يمعن في أن يكون هناك احتقان سياسي في البلاد بخصوص المحامين وأوضاعهم. أيضا حملة باطل تحدثت أنه سامي عنان لا يستطيع أن يلتقي بالمحامي الخاص به. أعود إليك أستاذ مؤمن لتعليق بشأن يعني أن يكون قائد كبير في الجيش المصري يتعرض لكل هذا التنكيل، هل سوف ينعكس ذلك برأيك على أفراد من الجيش أو قادة أو متقاعدين حتى منه لكي يعني يتدبروا أمور جيشهم الذي أصبح يشتغل حتى في المكرونة؟ المفروض كده والأصل كده. وانت بتتكلم على الفريق سامي عنان، سامي عنان خدم في الجيش من أول ما كان ضابط صغير لحد ما بقى رئيس أركان الجيش المصري. نعم. تمام؟ خدم في الجيش المصري 30-35-40 سنة. خلال المدة دي كلها تعامل مع مين؟
مع ناس كتير قوي. نعم. تكلم في 30 35 40 سنه. تعامل مع مين؟ مع مين؟ ناس كتير قوي، ضباط وعساكر وجنود، جنود صف وكل ده تعامل معاه. طيب طول الفتره دي من اول ما كان ضابط صغير بدبوره لحد ما اصبح في هذا المنصب رئيس اركان الجيش، وكان رئيس اركان الجيش، وكان يا مكان كان على قمه الهرم وكل الناس تشهد له في شغله. انا مش بتكلم في حاجه تانية، في شغله. اما تيجي النهارده تقولوا انه ارهابي او تدخلوا المعتقل، فقطعا كل الناس اللي خانمت مع سمعنان لن تقبل بهذا الوصف، اللي هم ما زالوا في في الخدمه او ان هم طلعوا على المعاش، لن يقبلوا بهذا الامر. طيب اذا كان واحد بينهم وبيتقال عليه كده، هيقولوا اكيد كل الناس سمعنان. فهذا الامر الاصل فيه والمفروض فيه انه يصح الضمير المصري ويصح الضمير الناس اللي احنا نظن ان الجيش فيه ناس من الولاء لهؤلاء الرجال. طيب لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم. وصلت الرسالة. نعم، يعني هو المطلوب فقط ان يتفق الناس على مبدأ رفض الظلم. هذا الظلم يقع على كل فئات المجتمع، فإذا لم يصطف المصريين على رفعه فأي حياة يمكن أن 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 تعاش يعني. عفوا. طيب هنا خبر أخير لعلنا أيضا نستعرضه معكم ضيوفنا الكرام بشأن ما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام، حيث قال بأن 48 انتهاكا ضد الحريات الصحفية والإعلامية بمصر وقعت خلال شهر أغسطس فقط الماضي. وأوضح المرصد أن الحبس والاحتجاز تصدر انتهاكات الشهر الماضي بواقع 15 انتهاكا، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية بواقع 10 انتهاكات، وحلت انتهاكات السجون ثالثا بعدد 8 انتهاكات، ثم انتهاكات قيود النشر بخمسة انتهاكات. وقال المرصد العربي لحرية الإعلام أن القرارات الإدارية التعسفية أيضا كانت مشمولة في ضمن هذه الانتهاكات، وكذلك المحاكمات المعيبة وحجب المواقع المصرية. أيضا وقع حجب لموقعين في شهر أغسطس فقط. كما قال المرصد أن هناك اعتداء وقع على صحفيين في القاهرة. وقال المرصد لقد فرضت السلطات المصرية مزيدا من أجواء الخوف. إذن مشاهدينا الكرام، هذا توثيق من المرصد العربي لحرية الإعلام في مصر، يتحدث أن وضعا من الخوف يحيط بالصحافة والإعلام في مصر، وأن أي شخص يطلق رأيا مخالفا لما تريده التوجهات السياسية للبلاد فإنه يتعرض للتضييق. كيف تقرأ هذا التقرير أستاذ مصطفى؟ يعني هذا التقرير انضم إلى العديد من التقارير سرقته في هذا السياق، يتحدث عن فكرة أن كما قلت النظام يريد أن يصنع وطنا مفككا بشكل مطلق وكامل، يريد أن يصنع وطنا غير قابل للتسوير وغير قابل للاعتراض وغير قابل للتحدث وغير قابل، وطنا من الجنود العساكر، وطنا جميع أفراد من العساكر يلتزمون بالأوامر، يصحون في مواعيدهم، يلتزمون بالمملة عليهم حرفيا. كما قلت هي مسرح مجموعة من المسرحيات الهزلية. النظام يمثل أنه يحكم والشعب عليه أن يمثل أنه يحيا وأنه يحكم، لا يقمع لا يقهر، على الشعب أن على النظام أن يمثل أنه يحقق للناس سعادة، وعلى الشعب أن يمثل أنه سعيد، على النظام أن يمثل أنه يطعم الشعب، وعلى الشعب أن يمثل أنه شابع. هذه المشكلة، يعني هذه المشكلة في الحقيقة في مصر. وفي المقابل النظام يتشدق دائما بأنه نظام حر ديمقراطي أصيل، والناس تتمتع بأزهى عصور الحرية، وعلى الشعب أن يمثل أيضا أنه لديه إعلام حر، وأن الصحافة حرة، وأن الإعلام حر. لا يستطيع أحد في مصر أن يتنفس، المواطنين في مصر يعتقلون بسبب تغريدة على تويتر أو على فيسبوك، يعني مجرد بوست على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس وسيلة إعلام وليس مقالا صحفيا،
اي كلمه حره الان تطلق في مصر، اي شخص ينفع يتحدث بكلمه واحده. يعني حتى الحقيين الكبار الذين كانوا يعني رموز لنا نحن فقيين الشباب في وقت قريب كانوا يعني صاروا يتحدثون بصراحة أن عظمتهم كبرت وأنهم مش قد السجون، ويعني خلاص خلونا في جمشين جنب الحيط. الأمر وصل إلى مستوى من القمع غير مسبوق، والأوضاع وصلت إلى مستوى من السوء غير مسبوق، والتنكيل بات يتعدى الأشخاص إلى ذويهم وأسرهم بشكل متكرر ومطلق. يعني نحن أمام أزمة حقيقية في مصر، كما قلت يعني التقرير فقط يعكس جانب من الصورة لكن الصورة أكثر قساما من ذلك. يعني لاحظ أن هذا التقرير فقط في شهر أغسطس، وكأنه لا يمر يوم إلا ويحدث انتهاك بالتأكيد. في مصر بالتأكيد الانتهاك مستمر، الانتهاك مستمر. نتحدث عن حالة قمع الصحافة، إن لم يكن هناك اعتقال الصحفيين، ولم يكن هناك إغلاق مواقع، ولم يكن هناك مصادرة جرائد وصحف، فقمع الصحافة مستمر. من الصحفيين الآن الذي يستطيع في مصر أن يتنفس بكلمة؟ من الصحفيين الآن يستطيع أن يقول أي رأي معارض، يكتب رأيا معارضا للنظام؟ الجميع هم في حالة يعني استجابة مطلقة لإرادة النظام وإلى رواية النظام. قانون إرهابي يجرم، قانون إرهابي يجرم الشخص الذي يتحدث برواية خلاف رواية النظام أو يعارضها، يجعله إرهابي فورا ويحكم عليه بالغرامة وبالسجن في بعض الحالات. يعني نحن نتحدث في كوارث حقيقية موجودة في مصر، ويعني وفي غياب دولة القانون وفي حالة انهيار القضاء الموجودة. فنحن للأسف الشديد نتحدث عن لا دولة في مصر، لا دولة، هي ميليشيات مسلحة تحكم الوطن بالسلاح دون أي التزام ودون أي فرصة لأي مواطن للإنصاف القانوني أو للوقوف أمام هذه العصبة الجائرة. واضح جدا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى عزب الحقوقي المصري ورئيس الملف المصري في الجمعية العربية لحقوق الإنسان، شكرا لمشاركتك. أستاذ مؤمن، يعني هذا التقرير كان يتحدث عن الصحفيين، ويبدو أنه لم يعد هناك صحافة في مصر، هناك فقط أناس مطلوب منهم أن يقولوا ما يملى عليه. نعم، هذا هو الواقع الحقيقي. ما عادش في صحافة، ما عادش في صحفيين. لو قلت لي أنت بتقرأ لمين دلوقتي في الصحافة المصرية، أقول لك لا أحد. بتسمع لمين كمفكرين، أقول لك لا أحد. قد يكون، مش هقول عشان ما فيش، لم يسمح لأحد من الطيبين أن يتحدث، أن يتحدث. لكن ما زال عندنا أحمد موسى كثير، ما زال عندنا عمرو أديب كثير، ما زال. لكن إن شاء الله برضو لنهاية. وكل هذه التقارير اللي حضرتك ذكرتها من أول البرنامج كلها بتأتي في وقت واحد، دليل أن كل الناس بتتحرك إن شاء الله. النهاردة هو تقرير المرصد العربي، وبنتكلم على مش عارف تقرير نديم، واللي قبله، يعني كل الأمور النهاردة عادت في اتجاه واحد إن شاء الله. كانوا يقولون فقط هذا رفض من الإخوان، هم الذين متذمرين من الواقع. أصبح الآن الجميع أصبح يتحدث. ليه؟ لأن الجميع طاله يد الغدر، يد الغدر، الجميع طاله الظلم، فبدأ يتحرك. هو كان بيشتغل على الإخوان فقط، والإخوان ما زالت ثابتة. يعني أقول لك، وأنا ما زلت متواصل مع بعض من طوائف الشعب، هو يقولون ما عادش في إخوان في مصر. ليه؟ لأن الإخوان في السجون، والإخوان مطاردين داخل مصر، والإخوان خارجين برا مصر. شو ما اللي بيقول الكلام ده؟ طيب أنا يعني على يقين تام، لو قامت انتخابات النهاردة حرة شفافة نزيهة في مصر، سيكسب الإخوان هذه الانتخابات. ليه؟ لأن الشعب المصري بس يترك له الفرصة، ظهرت له الحقيقة وسيلتف من جديد لمن ضحى لأجله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مؤمن على مشاركتنا في هذه الحلقة، وشكرا لكل من انضم إلينا في هذه الحلقة للتعليق على الوضع الحقوقي الذي يبدو أن كلمة متدهور هي مدح له. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.